بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، رئيس الجمهورية، اللي هي ما يسمى ب هو لقاء تقييمي، لقاء انتقاد، ما هو مطلوب، ماذا تم انجازه، ماذا يجب الامور التي هي باقية ولا بد من انجازها من اجل تحقيق هذا الهدف. ميناء جنجاني يعرف نموه مستمر، يعني خلال هذه السنه ننتظر الوصول الى 10 مليون طن، يعني قبل نهايه ان شاء الله نهايه اكتوبر سنصل الى 8 مليون طن للوصول الى 10 في نهايه السنه. التعاملات مع ميناء جنجن تتعدى 4 مليون طن سنويا، وهذا يعتبر رقم جد هام بالرجوع الى الصادرات والواردات فيما يخص تبادل المواد وخطة الشركة فيما يتعلق بتكثيف الصادرات.